الآن فكلمة السيد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين. اسمحوا لي في البداية أن أسكل شكري وتقديري واحترامي لكل من جاء في هذه الليلة المباركة الطيبة ليشاركنا هذه الفرحة. وأول ما أسجل شكري له أبناء الطلاب الذين تخرجوا هذا العام، وأول ما أسجل شكري لهم الذين واجهوا كل التحديات التي عشناها معا لحظة بلحظة، وأنا أعلم وأدرك تماما حجم هذه التحديات التي واجهناها، ولذلك سمينا هذه الدفعة دفعة التحدي. وتسمحوا أن أضيف على كلمة التحدي كلمة الصمود، فهي دفعة التحدي والصمود. وأردت أن تكون الحفل هذا العام وأردت أن يكون حفل العام مختلف عن كل الأعوام، لأنها تحمل أكثر من رسالة وأكثر من معنى. ولكني قبل أن أبدأ أحيي رجل بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان على خير مسؤول، هو أستاذنا اللواء سيد حرقوش. تحية شكر وإعزاز وتقدير واحترام إلى هذا الرجل. لا أريد أن أبالغ إذا قلت كان يعيش معنا لحظة بلحظة، كان الليل قبل النهار على تواصل مستمر، كان لا يعيش معنا بفكره وبقلبه وبحاله، لكن عاش معنا بكلياته. فهذه تحية شكر وإعزاز وتقدير. وحينما يخرج المسؤول من مسؤوليته فلا بد أن تنحني الرؤوس له، طالما أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكان على شاكلة اللواء سيد حرقوش. وأرحب بمحافظ جنوب سيناء الذي نعتبره ضيف عزيز، ونعتبر شبه جزيرة سيناء كلها وحدة جغرافية واحدة، بل وحدة تاريخية واحدة، بل أيضاً وحدة اجتماعية واحدة. ولذلك فباسمكم جميعاً وباسم أبناء الطلاب أرحب بهذا المحافظ النشط الذي هو يعتبر أن جامعة سيناء جزء لا تتجزأ من محافظة جنوب وشمال، ونحن أيضاً نلبي جميع طلباته وجميع رغباته، سواء المنح التي يطلبها أو الدعم الذي يطلبه، لأن جامعة سيناء رسالة علمية لها رسالة تربوية عظيمة. من أجل هذا كان هذا النتاج. أما أبناء سيناء البررة الكرام الذين نعيش معهم وفي كنفهم، نشعر أننا منهم وهم منا وأنها جامعتهم. فهؤلاء الذين فعلا عشت معهم رطحا من الزمان 40 عاما في وسطهم، أشعر فعلا
أنني أحد أبناء هذه الأرض الطيبة المباركة، برغم أنني لست ابنا بالمولد، ولكن ابنا بما قاله سلمان منا آل البيت سيدنا رسول الله حينما حكم على سلمان الفارسي بسلمان منا آل البيت، فأنا ابن سينا سلمان منا آل البيت. وهذه التحية أجسدها في الكلمات الجميلة والمعاني الراقية التي أبداها أخي وحبيبي الشيخ حسن خلف. الشيخ حسن خلف رمز من الجهاد، رمز من البطولة، رمز من الكفاح. أردت أن يقف أمام أبنائه ليقول لهم كلمة طيبة في يوم تخرجهم، لأنه نموذج من أبناء سينا البررة الذين اشتهروا بالوطنية والانتماء، الذين عاشوا رطحا من الدماء يحرسون الأرض والبشر، يحرسون البوابة الشرقية لمصر العظيمة. تحية لأبناء سيناء الذين نعيش في كنفهم ونتعامل معهم كل يوم وكل لحظة. أما أستاذنا الذي شرفنا اليوم معالي الوزير خالد عبد الغفار، هذا يعني والله لا أبالغ إذا قلت أنه يعني من أشيك وأرقى وزراء التعليم اللي جم في وزارة التعليم مصر. هذا الرجل لم يتأخر لحظة عن تلبية أي طلب لجامعة سيناء، وجامعة سيناء أيضا لن تتردد في أن تكون لها رسالة معه، رسالة علمية عظيمة ليست فقط في البحث العلمي، ولكن أيضا في إعادة صياغة الحركة الشبابية في مصر في الجامعات، وأيضا في تربية الشباب في المعسكرات. ولعل معسكر حلوان الذي أحياه أحد بصماته الطيبة وأثاره الجيدة. قبل أن أختم أريد أن أوجه ثلاث رسالات قصيرة. الرسالة الأولى لأعضاء هيئة التدريس، لا أقول لكم أعظم من شهادة المولى عز وجل وهو يقول في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه شهادة الذات للذات. إذا كان المولى عز وجل يشهد أنكم ضمن الحضرة الإلهية فليس بعد كلام المولى كلام يقال، فهذه شهادة لكم من المولى عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه الخشية هي صفة من صفاتكم. ولكن ما أريد أن أهديه إليكم اليوم آية كريمة في سورة ياسين: سنكتب ما قدموا وآثارهم. أرجو أن تعيشوا في هذه الآية، ليس ما قدموا من أعمال فقط ولكن وآثارهم. وآثارهم هم هؤلاء الأبناء الخريجين، ذرية صالحة بعضها من بعض. كل عمل صالح يعملوا ابن من أبنائكم أنتم شركاء في الثواب. كل عمل طيب يخرج من ابن تربى على أيديكم أنتم شركاء في الثواب. فلكم اليوم أن تفخروا بما منحكم الله من شهادة الذات للذات وأن تكونوا في حضرته، ولكم أن تفخروا بآثاركم لأنكم اشتغلتم في ظروف صعبة. وأنا أعلم حينما كنا نذهب إلى الجامعة وكنا نقيم في العريش وكيف كانت رحلة الذهاب والعودة، أعلم كل شيء. كنت معكم لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة أشارككم، ولكني أشارككم اليوم فرحة الآثار. فهذه أثاركم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. طبتم. طبتم وطاب ممشاكم
وطاب حركاتكم وطابت سكونكم وطابت كل آثاركم التي أرضاها الله أن تكون في كتابكم المحفوظ بإذن الله. أما الرسالة الثانية فهي لأولاء الأمور. لا يحب أي إنسان أن يرى إنسان أفضل منه إلا ابنه وولده، والولد الصالح أحد أركان هذا الدين. ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وولد صالح يدعو له. أقسم لكم أن هذه هي النية التي بنينا بها هذه الجامعة. من أجل هذا كان النتاج، نتاج الأعمال الصالحة تكتب بقدر النوايا الصالحة التي فيها. ولأبناء الطلاب أقول لكم وأنتم تودعون حياة التلمذة وتستقبلون حياة جديدة فيها المسؤولية، كل طموحاتكم وكل تطلعاتكم تنمى بقدر قدراتكم، فنموا قدراتكم. وهذه رسالتي لكم. والعمل له وجهين: وجه لي جدوى اقتصادية، وجه لي قيمة اجتماعية. وكما نهتم بالجدوى الاقتصادية والعائد والمردود، ينبغي أيضا أن نهتم بالقيمة الاجتماعية، وهو ما ينعكس أثاره على المجتمع وعلى العمل الصالح وعلى الوطن. إنها قضية الانتماء التي كنا نحاول في جامعة سيناء أن نرفع شعار أننا لا نمنح الدرجة العلمية فحسب، ولكن قبل أن نمنح الدرجة العلمية نبني الشخصية. كنا نتطلع أن نخرج رجال ونساء ليكونوا شركاء في التنمية في هذا المجتمع. ونحن نمر الآن بظروف صعبة وظروف معقدة، وأنا أعجب والله لما تمر به هذه الأمة ويمر به شعب مصر في هذه المرحلة. أعجب من حجم التحديات، ليس فقط تحديات الإرهاب، وهذه على رأس التحديات، وأكثر تحديات كانت تواجه في الجزء العزيز على وجدان كل مصري في سيناء وعلى أرض سيناء. لكن التحديات الجسيمة أكثر من هذا وأكبر من هذا، تحديات اقتصادية للغذاء والكلاء، تحديات تواجهها في ميزان المدفوعات. أنا أعجب لهذا القدر. حتى جاءت التحديات في المياه، سد النهضة، ولكني أشعر أن الله قيد لهذه الأمة رجال صدق فيهم قول الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم يتدخل المولى بذاته العلية ليحفظ هذه البلد الأبية مصر، التي ذكرها الله في القرآن 5 مرات بالميم والصاد والره. مصر ذكرت في القرآن. المدينة على قدر عظمة ساكنها سيدنا رسول الله لم تذكر إلا 2 مرات، مرة المدينة ومرة يثرب. مكة على قدر عظمتها وهي التي بها البيت الحرام ذكرت 2 مرات، مرة مكة ومرة ببكة. أما مصر ذكرت 5 مرات في كتابه الكريم و18 مرة بالإشارة. هذه البلد التي حفظها الله حينما بدأ يمكر بها ويقيم صد النهضة ليعتدوا على نهرها، قيد الله لهذه الأمة ووهبها قيادة واعية على شكلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قيد لها جند مخلص في القوات المسلحة، قيد لها رجال شرطة حملوا أرواحهم على كفة أيديهم لكي يثبتوا لهذه الأمة أن مصر أغلى من الروح والنفس ترخص من أجل هذه الأمة. فتسمحوا لي أن نحيي هذا القدر الذي وهبه الأقدار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة.
وفي تلك العقبات الشداد ليقابلها بربطة جأش وبقرارات حكيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الأمة. ثم بعد ذلك وقبل ذلك نجد أن سد النهضة يتوقف لوحده. تدخل يد الله العظيمة الكريمة القديسة المقدسة، فيصاب المشروع بمشاكل ضخمة جدا من الناحية الفنية والناحية المالية. أليس هذا فضل الله على هذه الأمة؟ أليس هذا بركة أهل هذا المجتمع؟ إنها بصدق أرض طيبة ورب غفور. أخيرا اسمحوا لي أن أحني رأسي للجميع، فهذا العمل المبارك الطيب كان بنية طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ثماره على قدر نيته، وأن يكون عطاءنا فيه في الآخرة قبل الأولى، وأن يكون عملا صالحا يتقبل. شكرا لكم جميعا، وطابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.